السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبائبي، وإليكم الليلة قصة مثل. ومثلنا هو المثل التالي: محاربة على من ساب وملأ ما في أو لا شيء. يعني أن هذه القصة حدثت بين رجل وامرأة، تزوج رجل امرأة واختلفوا على، هي تقول احنا نبغى الآن من ساب في ذا المكان اللي هو مكان مربطا بقرة يكون هنا، قال لها لا والله ما يصير اللي هنا، بابا اختلفوا وغضبت حرمة وروحا عند أبوها وأهلها. فسألوها قالوا لها مالك يا بنت الحلال، ما هو اللي خرجك من بيتك؟ وما هو اللي قال والله زعلنا أنا وفلان، هو يبغى منسب هنا وأنا أبغى منسب هنا، لأنه شيشتري لي بقرة واختلفنا على المنسب. قال لها تختلفين على المنسب، تزعلون وتزعلين وتغضبين من أجل المنسب وبقرة ما فيه. فأطلق هذا المثل على، وتكمل له أيضا أو مثل مشابه له: محاربة على مغسال ومئدم ما في أو مأكلة ما في. هذا يكمل هذا المثل، نفس المثل هذا مكرر.